بعدين الوسطية بتعني إنك ما تنجر لا يمين ولا يسار، يعني التساوي بين الجميع على أساس الكفاءة مو الانتماء. العلمانية والديمقراطية اللي عم بحلم فيه من سنين هو إنه يتحاسب المواطن على أساس الكفاءة مو على أساس الانتماء الطائفي أو الديني. بيرضيكن يا سيادة المحقق يلي عم يصير بالشام مثلاً؟ بيرضيكن هذا التغيير الديموغرافي يلي عم يصير على أساس طائفي؟ العلمانية والديمقراطية هي أولاً منع التغيير الديموغرافي يلي ظاهرة التشيع عم تجتاح المدن السورية اليوم. بيرضيك يا سيادة المحقق إنه إيران تدفع يلي فوق ويلي تحت منشان تشتري أراضي بدمشق وحلب وإنها تسيطر على أبرز الشركات المصرفية والتجارية؟ بيرضيك يا سيادة المحقق بكرة كمان مو غريب أبداً إنه نشوف كتب مدرسية وقوانين مسنونة وفق التوجيهات الإيرانية. لأي درجة رفاقك بالنظام ممكن يقبلوا هذا الإزلال من الإيرانيين؟ هذا هو مستقبل سوريا اللي بدك إياه؟ هذا هو المستقبل يلي بدك إياه لأولادك؟ يا سيادة المحقق ما قلنا غير العلمانية والديمقراطية نتمسك فيها منشان نحمي سوريا ونحمي بلدنا ومستقبلنا.